ولهذا العالم كامل قلبنا فيه ما لقيناش القالب المغربي، وقالبنا حلو مو بنا حد يذوقو، خلينا قالبنا حنت. حنا عندنا قوالبنا كافينا، اكتفاء ذاتي من القوالب. حنا ولينا كنصدروا القوالب على برا، وسبحان الله العظيم المغربي دابا راه حياته كلها قوالب. من نهار كيتزاد قالب، نهار كيموت قالب، وما بين القالب ديال الحياه والقالب ديال الممات هناك عده قوالب في الحياه. ولهذا القالب يرافقك من المهدي الى اللحدي. نعطيك مثال، تزوج سيد قالب، ولد قالب، امبروك الزياده قالب، جيتي من الحج امبروك الحج نعم سيدي قالب، طلعتي للبرلمان كيباركوا لك بقالب. تصور البرلمان طالع مبارك لك بقالب غادي مقولب. وتصور حنا كنهضروا على الشعب المغربي، هو شعب بحال الشعوب الاخرى، فرحان ناشط مع راسو كل شيء بخير، ولكن المشكل ديالو حاجه واحده اللي خاصه واقع عليه مسكين، هو مقولب، الشعب مقولب، ولكن المشكل شكون اللي قولبو ما فهمناش. ولهذا الشعب واش غادي يبقى مقولب ديما؟ غنعطيه انا واحد اربعه الاسئله، الا جاوب عليهم غيتشافى. اربعه اسئله خفاف ظراف، شكون اللي قولبو وكيفاش تقولب وعلاش تقولب وانت تقولب؟ الا جاوب على هذه الاسئله كيبان لي القوالب غادي يوليو سنيده، واسئله خفاف ظراف، ما كاين نقيل ما كاين غشاش. اربعه اسئله لا جاوبتي عليهم عارف راسك فكك الله من القوالب. وانا كنتمنى لا يقولب شي حد كما تقولبوا شي وحدين وكما غادي تقولبوا شي وحدين اللي باقيين، والقوالب ديالنا راه ما يتقاداوش، وقلبنا حلو وهذا المشكل ديالو ما كتحش بيش لان الحلاوه والحلاوه تم. تحيه.